متى أن لا فقرتنا الأخيرة هايدي وأكيد ختامها مسك، ورح نسلط بفقرتنا على ضوء على أنشطة اتحاد الناشرين السوريين اليوم والتحضيرات العامة اللي صارت لمعرض الكتاب السوري، وهالشي كله صار بمكتبة الأسد الوطنية بدمشق اللي كمان أعلن عنه من أيام يا هايدي. أكيد عفاف، أنشطة اتحاد الناشرين السوريين معروف عنهم الاستمرارية بالعمل رغم كل الظروف. أكيد هي المؤسسة اللي بتهدف بشكل كتير كبير لرفع الرسالة الثقافية الإنسانية والنهوض فيها، والمعروف أكيد المشاركات العديدة اللي كانت ضمن الاتحاد إن كانت عربية محلية أو خارجية. أكيد رح نعرف تفاصيل أكثر مشاهدينا عن الموضوع، وبسعدنا أنه يكون معنا لليوم السيد هيثم حافظ رئيس اتحاد الناشرين السوريين. صباح الخير. صباح الخير، اهلا وسهلا فيك. صباح الخير السادة المشاهدين، اهلا وسهلا وصباح الخير. صباح الخيرات. خلينا نحكي استاذ بالبداية عن معرض الكتاب السوري اللي هلا بده يصير بمكتبة الأسد الوطنية. هلا انا يعني بدي زف بشارة للمواطن السوري، لانه حقيقة وجود معرض للكتاب في سوريا بيساهم بإغناء حركة النشر، بيساهم بإعادة تألق القراءة لواقع الحقيقي واللي لازم يكون، بيساهم وبيرفع من مستوى القراء الشباب، كمان بيقدم لنا كتاب جدد، يعني له أكثر من ميزة أو فائدة معرض الكتاب. اليوم كمان إحدى مثلا الإطلاع المواطن السوري على أحدث الإصدارات العربية أو المحلية أو الدولية، رغم أنه هو اسمه معرض الكتاب السوري بيخطر ببالك أنه هو فقط للكتاب السوري، لا، هذا العام سمح بالمشاركة للكتاب العربي أو الكتاب الدولي عبر ناشرين سوريين. هل ممكن نحكي بتفاصيل أكثر ليش عبر ناشرين سوريين، لكن خلينا نركز أكثر عن أهمية هذا المعرض. هذا المعرض لازم كل المواطنين السوريين يركزوا على الحضور فيه، لأنه هو حقيقة هو عملية المزج يلي بيساويها ما بين القراء، بين بعض البعض، بين مختلف خليني أقول الفئات العمرية، مختلف حتى الطبقات المعرفية اللي هي بتكون ببلدنا. هذا المعرض بيحاول يأسس لقراءة حديثة، هذا المعرض أيضا بيحاول أنه يبني جسور التواصل والمعرفة بين القراء والناشرين والكتاب. حتى هذا المعرض له صرنا نحن 3 سنين عم نحاول أنه نحن نأكد فيه على فكرة أنه الثقافة أو عمومية الثقافة. عم نحاول ندخل السينما، عم نحاول ندخل المسرح، عم نحاول ندخل الشعر، عم نحاول نأسس نرفع من سوية القراءة بشكل واسع. حتى نحن عم ندعي فيها المجموعات القرائية، إذا أنت متابعة شوي بتلاقي صار في عنا بسوريا مجموعات، خليني أقول المنطلق تبعها هو تطبيقات إلكترونية للقراءة، لكن هي واقعها مجتمع قرائي. صار في عنا مجموعات كتيرة، هدول كمان عن المعرض عم يستوعبون كمان إغناء الحركة الثقافية السورية ورفع المستوى، كمان هذا له دور كتير مهم. كمان إغناء مكتبة الأسد بالإصدارات الجديدة كمان دور مهم، وأنتوا كإعلاميين وإعلام كمان أنتوا هذا وتعم تسلطوا الضوء عن القراءة وأهميتها. قديش نحن اليوم بنفرح وقت بنرفع من سوية القراءة في بلدنا. أنا بتصور هذه الرسالة الأولى يلي سببها أنشئ هذا المعرض أو أقيم هذا المعرض. أكيد أستاذ هيثم، يعني خلينا نحكي أكثر معرض الكتاب السوري، شو هي الأنشطة المرافقة له، المشاركين، عددهم، نوعية الكتب الموجودة، خبرنا بشكل عام عن الأجواء كيف ممكن تكون. هلأ نحن لسه ما عنا تفاصيل كاملة لأنه لسه إطلاق المعرض أو إعلان عن إطلاق المعرض صار من يومين، فنحن عم ننتظر الآن المشاركة من الناشرين السوريين. المتوقع يكون مثلا عددهم بين 50 ل 70 ل 60، يعني بهذا الرقم اللي متوقع له. متوقع ان تكون كل الكتب العربية موجودة في المعرض، يعني نحن هنحاول
نجيب مجموعة من الناشرين المصريين اللي هن لهم دور كتير كبير في إغناء الحركة الثقافية العربية، وأيضاً حنجيب مجموعة من الناشرين اللبنانيين يكونوا كمان مشاركين معنا عبر وكلاء سوريين، وأيضاً حنحاول نجيب شركات من الخليج العربي إن كان إمارات إن كان الكويت إن كان السعودية حتى كمان تغني هذه المعرض، ويكون المعرض هو بوابة كبيرة للمجتمع السوري. ونحن كمان بهالسنة عم نحاول كمان يكون في مشاركين دوليين، يعني ممكن تلاقي مثلا مشارك من إسبانيا، ممكن تلاقي مشارك من روسيا عبر بوابات الناشر السوري. أنا بتوقع أنه هالمعرض هالسنة حيكون أكمل وأميز، وبدي أكد لكم على شغلة اسمه معرض الكتاب السوري، ربما يكون بالعام القادم نرجع لمعرضنا الأساسي اللي هو معرض مكتبة الأسد. تمام. أستاذ هيثم، اليوم من شهر تقريبا صار في مؤتمر تحت عنوان الكتاب مسؤوليتنا. تمام. حكينا عن مين كان بفقرة ماضية وركزنا على مسؤوليتنا. خلينا نحكي اليوم عم يتم العمل على توصيات ومخرجات المؤتمر يلي صار. هلا أكيد نحن اليوم ماشيين كلياتنا حتى المعرض الكتاب السوري هو أحدى توصيات المؤتمر. يعني احنا اليوم التوصيات متعددة وكبيرة، وأهداف المؤتمر كانت إغناء الحركة الثقافية في سوريا، كمان أهداف المؤتمر كان إيصال الكتاب السوري إلى كل المواطنين السوريين عبر المعارض، عبر المراكز الثقافية، عبر ومعرض الكتاب السوري هو أحد مخرجات هذا المؤتمر يلي كلياتنا نحن مهمتنا. وأنا وقت بقول كلياتنا مو بس الناشرين، كل المجتمع السوري مهمته تعزيز القراءة. اليوم القراءة ليست هي فقط مناطة بالناشرين، وليست مناطة فقط بالكتاب. أنا برأيي اليوم المجتمع السوري أو الأسرة السورية أكثر ما تحتاجه هو القراءة، حتى بأكثر من مجال. الآن نحن عم نتناقش بواقع إن كان واقع ثقافي مع مجتمعاتنا المحلية، أو واقع إعلامي مع بعض الإعلاميين، أو حتى واقع تجاري مع بعض التجار. اليوم كتير نحن بحاجة لهذه خلينا نقول إعادة القراءة إلى مجتمعنا. نحن القراءة ما فيني نقول إنه هي غابت، لكن ربما خف البريق تبعها. خلينا نرجع كلياتنا نساهم بعودة القراءة. يمكن لأنه صار في كتير كتاب إلكتروني، صارت يمكن الأشخاص أو الناس ما كتير عم يمسكوا كتاب ورقي، ممكن عم يتجهوا للقراءة بنواحي تانية إلكترونيا، ولكن يمكن هالشي مضر لعيونهم أكثر بسبب الإذاعة. هلأ شوفي الأسباب متعددة، يعني الكتاب اليوم مظلوم لأنه صارت فيه الأسباب متعددة. ممكن أنت شيء ما حكيتي أنا بحكي ولو علينا هي، ممكن يكون غلاء السعر. صحيح. سعر الكتاب هو ممكن يكون أحد الأسباب كمان اللي خلت شوي في عزوف. لكن تعالوا كلنا نساهم مع بعضنا البعض بعودة القراءة. خلينا نقول للأم أنه خلينا نركز على ساعتين باليوم توجه طفلة للقراءة. هلأ ممكن تقولي لي ساعتين باليوم كتير، طيب ساعتين بالأسبوع. خلينا نبدأ يعني نقول نركز مع بعضنا البعض، خلينا نقول نساوي نعيد الألق إذا بتتذكروا سابقا لمكتبة الأسرة، مكتبة البيت اللي كانت موجودة لكل بيت. اليوم صرنا بشوي هاي المكتبة إما ما عاد اهتمينا فيها أو ما عاد اهتمينا بمحتواها. يعني في عنا مشكلتين، إما المحتوى صار قديم ما في شيء تجديد له، او بالاساس في بيوت لغتها. خلينا نرجع نعيدها ولو كانت مكتبة صغيرة، وانا بتمنى تكون مكتبة اللي بالبيت مكتبة عصرية شكلها يتناسب مع فكر ورؤية اميرة البيت هي الام، تكون هي مرتاحة لهذا الوجود. يعني ما تكون مكتبة كبيرة لكن الميزة تبعها تكون متجددة بشكل دائم، يكون مثلاً كل 6 شهور عنا 8 كتب قرأناهن وأخذناهن أعطيناهن هدية لبيت آخر
ونحن جبنا من بيت آخر أو من دار نشر أو من مكتبة كمان كتب أخرى. يعني نحن اليوم بصراحة كتير بحاجة لهذه المكتبة المنزلية، نرجع نعيدها ونعيد التألق لها. مو شرط تكون فقط الكتب اللي عم نقرأها هي كتب روايات أو كتب دينية، وما أكثر الكتب الدينية اللي بيقرأها مجتمعنا، أو كتب علمية، لا، تكون هي مزيج من الكتب كلها. وخلينا نعمل باب من تحفيز تشجيع القراءة بين حتى بين أطفالنا، بين مجتمعنا، بين حتى بين الزوج وزوجته، نحس إنه القراءة هي البوابة لأن المجتمع. وما كتير نكترث لموضوع السعر، يعني موضوع سعر الكتاب اليوم في متداول للجميع ومتناول للجميع. في كتاب غالي، بس في كتاب بديل له لهذا الكتاب الغالي، كتاب يعني ما بدي اقول رخيص، لا، اقل غلاء يعني. طب ليش بيكون غالي؟ هلا شو اللي بيفرق عن الكتاب العادي؟ شوفي اليوم التفاصيل بانه ليش غالي كثيره. يعني اهم مثلا تفصيله منه مثلا هو الورق تبعه بيكون مثلا عالي المستوى، الكرتون اللي تجلد فيه، طريقة التجليد فيه بيخليه غالي. طبعا هذا الكلام لا ينطبق على الكتاب السوري، هذول أغلبهم عم يكونوا إما لدور نشر عربية، وبالذات دور نشر يعني في بعض المناطق البعيدة، أو أحيانا وصول الكتاب. يعني نحن اليوم برجع بأكد إنه نحن شو السبب إنه نحن قلنا معرض الكتاب السوري هالسنة، ما قلنا معرض مكتبة الأسد. السبب الرئيسي ضعف تكاليف وصول الكتاب. يعني اليوم اليوم إذا بدك تجيبي ناشر مثلا مصري من مصر إلى سوريا، التكاليف أصبحت ما بعد مشكلتنا كلها صارت مشكلة الكتاب أو معرض الكتاب في سوريا كلها ما بعد كورونا. صار عندنا تكاليف عالية، تكاليف الشحن عالية، تكاليف الطيران عالي، ووصول الناشر العربي لعنا صار مكلف كتير. طيب دور هذا الكاتب كله كمان بده يتحمله. الكاتب ما بياخد دور كمان بغلاء السعر؟ دور شو؟ بغلاء السعر، انه الكاتب. لا، الكاتب على فكرة الكاتب عالي. يعني شوفي انا هقلك قصدك مجموعة من عمل بالكتاب. يعني المحررين، المدقق ولا المترجم ولا الكاتب، هدول كلهم لهم دور طبعاً. بس مو هنن اللي هنن بشكله الرقم الكبير. يعني عفوا اليوم الكاتب ما عم يوصل ما يقتضيه على الكتاب او الكتابه تبعه، ما تصل ل 15 او 20%. يعني ما هذا الحد تبعه. ويمكن يكون صار له قاعد سنه او سنتين عم يكتب بالكتاب. ممكن يكون صار له قاعد سنه سنتين مسكين. يعني انا الفكره في بعض الاحيان الكتاب مظلومين في موضوع الكتاب، وهن اللي بياخذوا النسبة الأقل، مو لأنه في جشع بالصاحب المكتبة أو الناشر، لا، بس الظروف اليوم، المشكلة التكاليف. يعني اليوم أنت وقت أنا بدي أبعث كتاب واحد تمام من دمشق لنفترض للكويت، أنا صاحب دار نشر، قارئ طلب مني كتاب فبدي ابعته من دمشق للكويت، ربما تكون تكاليف الشحن تبعه ضعف تكاليف الانتاج تبعه. هذا مين بده يتحملها؟ اخر شيء بده يتحملها القارئ. هذه هي المشكله الرئيسيه اليوم، اللي هي خليني نسميها الخدمات اللوجستيه ما بعد الطباعه، يلي هي وصول الكتاب الى الهدف المنشود. لذلك ببعض الأسواق العربية الكبيرة اللي بتحتوي معارض كتير مهمة وكتير كبيرة بينزل سعر الكتاب. ليش؟ لأنه التكاليف هاي اللي هي تكاليف الشحن، تكاليف الإقامة، بصير عليها عروض، بيقوم بتساهم هاي الفكرة بتخفيف سعر الكتاب. نحن بتمنى أنه نحن في العام القادم نستطيع أنه يدخل الكتاب العربي بشكله الكامل. نتواصل مثلا مع إدارة الجمارك، نعفي الكتاب مثلا من الجمارك، هذه مثلا فكرة. نتواصل مثلا مع إدارة مكتبة الأسد، نخفف آلية التكاليف، هي فكرة تانية. نتواصل مثلا مع إدارات الفنادق بتخفيف رسوم الفندقة للناشرين القادمين إلى سوريا، كمان هي واحد ثالث. مثلا نتفق مثلا مع شركات الطيران بتخفيف سعر التنقلات. هذا كله بيساهم بنزول انخفاض ونزول سعر الكتاب مثلا على الأقل
30% 20%، بيصير في عنا إمكانية، لكن الآن الظروف الحالية ما موجودة. لذلك اتجهنا لأنه نحن حتى ما نلغي فكرة أنه نحن ما نقيم معرض نهائي، اتجهنا أنه نحن نساوي معرض نسميه معرض الكتاب السوري، تكون التكاليف أقل مشان نساهم بعودة المعرفة وعودة القراءة إلى القارئ السوري دون ما نكلفه تكاليف كتير عالية وكتير. يعني استنتجنا من كلام حضرتك اليوم كيف عم يكون واقع النشر عنا بسوريا، أو يمكن الصعوبات والعقبات اللي بتواجه الناشرين السوريين. اليوم حكيت معكم كأنكم ناشرين. اليوم حكيت بموضوع تقني وفني وشي مرتبط بالواقع النشر حياتي. أكيد معلومات كتير مهمة أستاذ هيثم. طيب خبرنا أكثر عن نقطة تانية، أهمية المشاركة الخارجية اليوم، المعارض الخارجية الدفع لنا اليوم هي بتضيف للكاتب إن كان على الصعيد الشخصي أو على الصعيد العملي، خبرنا أكثر. هلأ شوفي، المشاركة العربية أو المشاركة الدولية، نحن سوريا رغم الصعوبات القاسية اللي نحن الآن متواجدين فيها، نحن أعضاء في اتحاد الناشرين العرب ومتشارك الناشرين العرب بكل المعارض العربية، ونحن أعضاء بالاتحاد الدولي للناشرين، ومنشارك أيضا من خلال اتحاد الناشرين العرب أو بعض الجهات في المعارض الدولية. اليوم المشاركة في المعارض العربية أو الدولية مهمتها كتير كبيرة. أول شيء للناشر إبراز صناعة النشر السورية على أنه هي صناعة متفوقة ومتطورة ولها مكانتها الكبيرة ولها حجم الفاعل في مجتمعنا العربي. أيضا الكاتب اليوم بصراحة كتير له دور مهم، ونحن اليوم مهمتنا نحن كناشرين نساهم بصناعة الكاتب السوري. يعني احنا اليوم مهمتنا نحن ان نوصل كمان هذا الكاتب السوري الى المجتمع العربي. اليوم كثير بتفرحي انت وقت تكون في عندك كاتب لقصص الاطفال مثلا سوري يقرا له في مصر، والطف كثير بننبسط كلياتنا وقت بنقول نحن اليوم في ورشه تدريبيه في مدرسه بالكويت تقرا لقاص او لكاتب اطفال سوري مثلا، او تقرا، او اليوم ننبسط اكثر وقت بنشوف عم ينحكى عن كاتب سوري في إحدى مثلاً القنوات العربية المهمة. فإذا نحن اليوم الناشرين هن بيساهموا بصناعة الثقافة وإيصال المثقفين والكتاب إلى المجتمع العربي وإلى المثقفين العرب عبر بوابات المعارض العربية. وطبعاً نحن كناشرين سوريين، وهذا كله فيني أقول بجهود مخلصة من الناشرين السوريين اللي دائماً أنا بسميهم دائماً أبطال المرحلة السابقة، وبفضل من الله عز وجل احنا كنا ما انقطعنا ولا على اي معرض عربي، وهذا تعطي انطباع كتير مهم وكتير كبير، وساهمنا في بناء الثقافة العربية وعززناها ورفعنا من مستوى صناعة النشر السورية، ووضعنا صناعة النشر السورية ببوابة كتير مهمة ومتطورة، وقلنا انه هي احد رواد صناعة النشر في العالم العربي الأربع. يعني نحن اليوم نعتبر رقم كتير مهم وكتير أساسي في صناعة النشر العربية، وهذا بده يعزز من ويرفع من سوية الناشرين، ويرفع من سوية المطابع، ويرفع من سوية الكتاب، ويرفع أيضا ويعزز من قيم الثقافة السورية اللي دائما نحن بنقول حضارتنا وثقافتنا السورية اللي هي ثقافة السلام، ثقافة المحبة، ثقافة الرؤية الوطنية الكاملة، كلها تقاد وتحت مظلة الكتاب السوري. طبعا هذا شيء كتير طبيعي ومعروف عن الكتاب والناشرين السوريين والكتاب السوري، انه مشاركته الخارجية بجميع المعارض يلي بتصير، ولازم يكون حاضر بكل معرض خارجي اكيد، لكتير من الاشياء المفقودة يلي موجودة بتكون بهي الكتاب، خاصة الكتاب السوري من اللغة العربية، من الأحداث المكتوبة بحذافيرة ومصداقيتها. بدنا نتشكر وجودك معنا اليوم أستاذ هيثم، وكان الحديث ممتع جدا معك. شكرا. أنا بدي أتشكر دائما استضافتكم إلي. أهلا وسهلا. وبتشكر هذه القناة الإخبارية الحلوة اللطيفة يلي عم تساهم وتعزز بتنمية الثقافة المجتمعية في بلدنا. شكرا كثير لكم. شكرا لك استاذ هيثم، بالتوفيق لك واكيد لكل المشاركين اليوم ضمن معرض الكتاب السوري. اهلا وسهلا فيك. شكرا. اهلا وسهلا. شكرا لك كمان يا